جنرال. منو؟ أنا أخذت رقمك من ميثم. يا ميثم. ميثم اللي ردت هربه وما لحقت. صاير بطيء. قصدك هذا ميثم اللي كان بالمستشفى؟ بالضبط. هسه ما افتهمت. يعني ايش تردين؟ تتساومين عليه مثلا؟ ضع، هي هاي الاساليب القديمه بصراحه انقرضت. بس هم اتفق وياك. هو فعلا ما يسوى. المعلومات اللي عنده هي اللي تسوى. واحب اقول لك انه ميثم انطاني معلومات حتى انت ما تعرفها.